الاسعار بتاعت الكتب الخارجيه السنه دي بقى يعني ناس كتير بتشتكي منها، ناس كتير بتشتكي منها. قول لي بقى الاسعار ايه اللي اختلف عن السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ لا يعني مثلا كتاب الكيمياء كان السنه اللي فاتت ده بتاع ثانيه ثانوي كان ب 75 جنيه تقريبا، كان عندي نسخه قديمه جوه ممكن اخليك تشوفيها. دلوقتي السنه دي ب 145، فانت اكيد شفت الفرق دبل. الاسعار المتوسط بكام؟ الكتاب بكام؟ يعني عايز اقول لك كتب ثانويه عامه مثلا، احنا كنا بنبص على الثانويه عامه ده علمي علوم، لسه واخده مني الكتب دلوقتي ب 2180. فمعلش لما يكون عندها كمان يعني عينين كمان في اي مرحله بقى يعني كان حتى لو في ابتدائي، تخيل انت هتاثر معاها قد ايه؟ وانت بص بقى لسه هجيب ايه وهجيب وهجيب وهجيب. يعني متوسط الكتاب في الثانويه العامه بكام؟ متوسط الكتاب في الثانويه العامه بكام؟ اقل كتاب ب 145. ومتوسط بكام؟ يعني الكتاب الواحد بكام؟ يعني هنخش ب 195 جنيه. هل في كتب وصلت 600 جنيه الكتاب الواحد؟ لا مش كتاب واحد، يعني العربي بينزل دلوقتي مقسوم نصين، فكتب كتب العربي بس لوحدها تخليها 450 جنيه 600 جنيه كده. فاهماني؟ انت دلوقتي مثلا الانجليزي بينزل قسمين، القسمين ب 450 جنيه. فدي ادي كتابين بس لوحديهم داخلين مثلا في 900 جنيه، لسه ما كملناش. يعني علم الرياضه ده عنده اربع اقسام رياضه لوحدهم، دول بمبلغ 800 900 جنيه. غير بقى لسه هيجيب عربي وفيزياء وكيمياء يعني يخش في 3000 مثلا، مثلا 2000 ونص يعني، مش عشان مش هنبالغ مثلا 2000 ونص. انا ممكن اجيب لك كتابين العربي بصيت عليهم ب 195 وب 295. طب والاعدادي الاسعار كام؟ لا ب 120 لحد اعلى حاجه ب 145. 145 يعني الكتب كلها تعمل لها سكه 780 790 كده. هي المشكله دلوقتي في الثانويه العامه اللي هي الكتب بتاعتها العاليه حضرتك 780 ده مش رخيص بالنسبه للسنه اللي فاتت. انا كنت اجيب الكتب على بعضها ب 300 جنيه ده غالي طبعا. انت ما تبصيش، انا قلت لحضرتك ما تبصيش بجنب واحد. الناس برضو بتشتري ولا لا؟ الناس دلوقتي بتدور على المستعمل، يعني معظم الناس بتدور على المستعمل. طب في تغيير مناهج زي سته ابتدائي مثلا، طبعا مش هقدر اديك مستعمل اشتري جديد. في ثانوية عامة طبعا عاوز الأسئلة الجديدة، طبعا الأسئلة الجديدة هشتري الكتب الجديدة غصب عني هشتري الجديد. الناس بقت يعني بجد بتشتكي والناس تعبانة، الله يعين الناس يعني بجد. الدراسات الاجتماعية الصف الأول الإعدادي ب 115، مجموعة الامتحان كاملة. ب 130 جنيه. مواصل اولى اعدادي ب 115. ادي اللغه العربيه للامتحان مجموعه كامله، كراسه الاسئله والمنهج ب 135. ادي العلوم ب 120 جنيه تانيه اعدادي. اللغه العربيه ثالثه اعدادي ب 145. كتابها اللو الصف الاول الثانوي ب 220 والثانيه ثانوي ب 240. ده الاضواء الصف الثاني ب 120 جنيه. دي العلوم الصف ثالثه اعدادي ب 130 جنيه. ده سلاح التلميذ الصف الرابع ب 140 جنيه. اللغة العربية الصف الثالث ب 130 جنيه. كتاب المعاصر تانية اعدادي رياضيات ب 120 جنيه المجموعة كاملة.